أسعار سوق العبور اليوم للجملة يا جماعة. طبعا الخضار كله الحمد لله ارتاح جدا جدا. هنشوف الأسعار سريعا كده. الفلفل طبعا يا جماعة من 5 إلا ربع إلى 5 جنيه. الخيار من 175 قرش، يعني من 2 جنيه إلا ربع، إلى أعلى وأنضف حاجة 3 جنيه ونص. الشطة اللي هي الشطة الخضراء بـ1.50 جنيه. ما تنسوش يا جماعه تعملوا لايك للفيديو، لان اللايك بيشجعنا ان احنا نرفع فيديوهات اكتر. ولو في اي متابع جديد اول مره يشوفنا ما ينساش يشترك في القناه بالضغط على كلمه الاشتراك باللون الاحمر اسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. نتابع الاسعار. طبعا الفلفل يعني يعتبر سعره ارتفع شويه لانه بسبب ارتفاع درجه الحراره. الجمع قليل الفلفل والباقي طبعا بيبقى هالك من الحر. الطماطم يا جماعة اعتبر انها راحت في داهية خالص، خلاص انخفضت الحمد لله، انخفضت جدا جدا. العداية من 35 جنيه الى 50 جنيه، اعلى وانضف حاجة للعداية. وزن العداية طبعا زي ما انتم عارفين 20 كيلو. في خيار صوب يعني بيبقى جودته عالية شوية، ده بيبدأ من 3 جنيه الى 4 جنيه و4.5. وعلى فكرة يا جماعة في عدايات طماطم العداية بـ20 جنيه، ده يعني اللي بيروح المطاعم والكلام ده كله. يعني الـ20 دي كانت ايام كانت الطماطم مرتفعة كانت بـ70 و80 جنيه، فسبحان مغير الاحوال. الشطة البلدي يا جماعة من 3 جنيه الى 3 الا ربع. في جزر يا جماعة، الجزر الخام الشكارة بـ30 جنيه الى 35 جنيه. البتنجان الرومي بـ2 جنيه للكيلو. البتنجان العروس من 2 جنيه الى 3 جنيه. طبعا كل زرع وله سعره. فلفل الوان يا جماعه 3 جنيه للكيلو. البطاطس الكارة يا جماعه 3 الى 3.5. الشطه الحمراء بـ3.5 جنيه. الباميه طبعا من 12 الى 13 جنيه. زرع المنيا، في باميه يا جماعه اللي هي زرع الشرقيه من 14 الى 19 جنيه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.